بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هحاول أشوف مع حضراتكم النسخة الجديدة من بنك المعرفة المصري في محاولة لاستكشاف ما هي طبيعة هذه المكتبة الإلكترونية الكبيرة اللي بنتكلم عليها. يمكن يعني أقول للناس اللي هي ما دخلتش عليه أو ما تعرفش بيخشوا عليه منين أو كده، أسهل حاجة ممكن نعملها وبنعملها في حاجات كتير بندور عليها، إن إحنا بنشوف محرك البحث اللي عندنا سواء كان جوجل أو ياهو أو أي حاجة، وبنكتب كلمة ونبحث عنها. تعالوا نكتب Egyptian Knowledge Bank أو بنك المعرفة المصري، هيطلع لنا نتائج كتيرة جداً نقدر نبص عليها ونتعرف منها على ما هو بنك المعرفة، ده لو مش عاوزين حتى نسأل حد يعني. أو لو دوسنا على نتيجة الفيديو البحث في صورة فيديوهات، هنلاقي فيديوهات كتيرة جدا موجودة على الإنترنت بتشرح لنا إيه هو بنك المعرفة، ندخل عليه إزاي، نبحث عليه إزاي، نحمل كتب الباقة لولادنا في ابتدائي إزاي زي ما حضراتكم شايفين هنا، ايه هو البنك ده، ازاي استخدم نظام ادارة التعلم. في حاجات كتيرة جدا موجودة على الانترنت باقل مجهود ممكن نوصل اليها. طب تعالوا مع بعض نحاول ندخل عليه بان احنا نكتب العنوان. فهنكتب هنا ekb.eg اللي هو العنوان الرئيسي بتاعه. هنخش على الصفحة الرئيسية اللي هي بتاعت بنك المعرفة زي ما حضراتكم شايفين، هي بتيجي باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية. هنا الصفحة ما بتطلع باللغة الإنجليزية، طبعا ممكن نغير اللغة ببساطة. أنا بس عاوز أوريكم الصفحة دي قبل حتى ما نحط الاسم وكلمة السر، لو كان عندنا حساب فيها معلومات عن طبيعة هذا المكان، عن أنواع البوابات المتاحة سواء لعموم القراء أو لطلبة الجامعات والأساتذة والباحثين أو للطلبة والمعلمين في التعليم الأساسي أو للي عنده أطفال بين سن 6 و14، هيلاقي حاجات مجهزة لهذه الأعمار في شتى المواضيع. طب لو عايزين نخش جوه ونعرف أكتر عن خدمات بنك المعرفة وعن إزاي أعمل حساب لأولادي وإزاي أستخدم منصة التعلم، لازم أسجل تسجيل دخول. طبعا انا كان ممكن اغير اللغة الى اللغة العربية او ادوس ساين ان، يعني ادخل بالاسم العنوان البريد الالكتروني وكلمة السر. انا كان عندي حساب مجهز قبل كده ممكن اخش بيه، لو ما كانش عندي هدوس على الزرار الاخضر اكتب الايميل بتاعي ورقم القومي للمصريين، وده يبقى السيستم هيبعت لي كلمة سر اخش بيها. انا عندي اكاونت هنا هكتبه، مسجل نفسي على اني باحث في احد الجامعات وكنت استعملت هذا البريد الالكتروني ومعاه كلمة سر هكتبها هنا واحاول اخش بيهم، هيدخلني على المنصة المصممة لاي حد بيشتغل في البحث العلمي او في الجامعات. اول حاجة بيواجهني بيها هي المحرك البحث، في اكتر من محرك بحث، في واحد فوق وفي واحد تاني هنا، وفي اقتراحات بيعملها البنك المعرفة عن كتب الكترونية وعن مقالات علمية للي عاوز، او بيقترح فيديوهات من الببليشرز ممكن الناشرين يعني ممكن نتفرج عليها. طب تعالوا نجرب حاجة مع بعض كده. لو انا بتكلم على موضوع مثلا في الأحياء، موضوع يهم الدكاترة أو زي التشريح مثلا، نكتب أناتومي. كلمة أناتومي يعني تشريح، أنا بعمل بحث عن كلمة مطلقة يعني حتى ما حددتهاش، هشوف البنك جواه إيه في هذا الموضوع، وإحنا لسه ما بنبذلش مجهود قوي في تقنين البحث، ولكن هو هيدور في مصادر كتيرة جدا جدا، عشرات المصادر بل مئات المصادر عن كلمة زي أناتومي. فهو على الجنب على بال ما بيدور بيقول لنا على فكرة في بريتانيكا، موسوعة بريتانيكا الموجودة هنا، تعريف لكلمة أناتومي، في القاموس الموجود هنا تعريف لكلمة أناتومي، في بعد كده بقى فيديوهات، في مقالات علمية. هو لقى بالمناسبة في جميع المصادر المتاحة هنا فوق 4 مليون نتيجة، وبيقول لنا كمان لقى عند كل ناشر كام واحدة فيهم، يعني مثلا الناشر اللي اسمه إلزفير جواه
1,667,582 نتيجة لأبحاث تتعلق بالتشريح، وهكذا لكل الناشرين الآخرين. طب تعالوا نشوف هو بيدور في مصادر شكلها إيه. لو دوسنا على كلمة sources اللي هي مصادر، وقلنا all sources يعني كل المصادر، هنلاقي حاجات كتيرة جدا 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 موجودة هنا. طبعا احنا في المنصة دلوقتي بتاعت الباحثين والتعليم العالي، كان ممكن اخش على المنصة بتاعت الاطفال او التعليم الاساسي. طب تعالوا نخش على المنصة بتاعت الاطفال. منصة الاطفال هنلاقي مجموعة صغيرة من الناشرين اللي عندهم حاجات للاطفال. بس لو انا دورت في التعليم العالي بقى والبحث العلمي هلاقي مصادر اكثر عمقا. يعني مثلا كل مربع من دول تحتي بحر من المصادر. يعني مثلا دي موسوعة بريتانيكا، ده كتب اسمها كتب الفراشة للاطفال، دي موسوعة باللغة العربية اسمها موسوعة الفراشة، دي انسايكلوبيديا او موسوعة للتشريح الجسم البشري، المنطقة دي بتاعت وزارة التربية والتعليم. لو مشينا بقى كده هنلاقي ناشرين اساميهم مختلفة، جامعة كامبريدج، سينجيج ليرنينج، ديزاين ميت، الدوريات المصرية، معهد الفيزياء العالمي، معهد الهندسة العالمي، دي لمهندسين الالكترونيات، دي للناس الاثريين، مكتبة لبنان اللي فيها القواميس والمعاجم، لكسس نكسس للسادة المحامين والقضاة العاملين بالقانون، نهضة مصر، مجلة نيو انجلاند للطب، ناشونال جيوغرافيك. قس على هذا كل واحدة من دول بحر. يعني مثلا لو احنا دخلنا موسوعة بريتانيكا على سبيل المثال، هنا بيقول لي على فكرة احنا عندنا منهج اولى ثانوي بريتانيكا مصممه مخصوص، عندنا بريتانيكا النسخة الاكاديمية بريتانيكا اكاديميك، او بريتانيكا سكول للي في مدرسة ابتدائي او اعدادي او ثانوي، عندنا مكتبة بريتانيكا، عندنا كتب الكترونية بتاعت كل الحاجات دي موجودة. طب تعالوا نخش في مثلا بريتانيكا اكاديميك، دي الموسوعة بريتانيكا للاكاديميين، هنلاقي فيها يعني بحر من المعلومات. هنا بنتكلم على مجلدات بريتانيكا متاحة بشكل مجاني لأي حد في مصر عاوز يتعلم منها. هنا ممكن ندور بالموضوع، ممكن ندور باسم بلد، ممكن ندور على أي حاجة. تعالوا نتكلم مثلا على هاورد كارتر. هاورد كارتر ده العالم الانجليزي اللي اكتشف مقبرة توت عنخ آمون. تعالوا نشوف، عاوزين نفسنا نكتب عنه بحث او نعرف هو مين. هنلاقي نتائج كتيرة جدا متعلقة، احنا بنتكلم في بريتانيكا فقط مش بندور في بنك المعرفة ككل. فهنا هنلاقي يا اما مقالات يا صور يا فيديوهات يا حاجات في القاموس. طب انا عاوز مثلا صور عن هاورد كارتر اللي موجودة عند بريتانيكا، فهيطلع لي صور كتيرة جدا، مكتبة كبيرة. تخيلوا ان مطلوب مني في الفصل اني اعمل بحث عن هذا الموضوع، او عاوز فيديوهات عن نفس الموضوع عن هاورد كارتر. انا كان ممكن ادور في البريتانيكا على حاجات كتيرة جدا. تعالوا ندور هنا مثلا على مصر، نقول له ايجيبت، لان البريتانيكا موجودة باللغة الانجليزية، فهنا هيطلع لي حاجات كتيرة جدا عن مصر. احنا في قسم الفيديو، فيطلع لي فيديوهات عن مصر او مقالات عن مصر جوه البريتانيكا اللي هي طبعا موسوعة شهيرة جدا. بيتكلم بقى على حاجات اشكال والوان، دي مش زي جوجل. هنا المقالات اللي بنلاقيها كلها متراجعة وموثقة، والدقة بتاعتها او المصداقية مرتبطة بمصداقية الناشر نفسه. في الحالة دي بريتانيكا، وهي من الموسوعات العالمية المشهورة. طب لو كنا دخلنا في البريتانيكا سكول للمرحلة الابتدائية، كنا هنلاقي وجهة مختلفة موجهة لأطفال المدارس زي ما حضراتكم شايفين، وهنلاقي هنا اللي عنده أطفال في هذا السن مقالات مكتوبة بلغة تناسب هذا العمر، وبنتكلم بقى على حاجات كتيرة جدا، على الورلد أطلس العالمي، بنتكلم على كتب مقروءة نسمعها او نقراها، للولاد لسه ما بتقراش ممكن نقراهم حواديت، حاجات كتيرة جدا داخل موسوعة واحدة من اللي موجود على بنك المعرفة. تخيلوا بقى لو احنا استكشفنا كل واحد من دول. يعني لو دخلنا في موسوعة التشريح،
هنلاقي ان دي موسوعة عالمية عن التشريح. لو كنت تتخيلوا معايا، لو كنا قبل اختراع الانترنت واختراع الحاجات الرقمية كنا هنذاكر نفس الكلام ده من كتب مطبوعة، مش كده؟ دلوقتي احنا نقدر نجيب الحاجات دي. مثلا انا عاوز اعرف تشريح الراس والرقبة اللي هو فوليوم 4 من هذه الموسوعة. لو دخلنا هنا هنلاقي مجموعات كبيرة جدا. نتكلم بقى على الدماغ والرقبة بالظبط. فمثلا نقول له طيب انا عاوز اعرف الجزء ده، هنا هيديني افلام كتيرة جدا لتشريح هذا الجزء من الجسم. ده في موسوعة الاناتومي. ممكن تتخيلوا حضراتكم كمية الفيديوهات الموجودة هنا لمن هو مهتم بالتشريح مثلا هيشوف ايه. انا بس عاوز اقول لكم ان في الحتة دي مش بس في فيديوهات، في امتحانات. ممكن لو انا طالب طب بعد ما اشوف الافلام اختبر نفسي، ممكن ارجع تاني للمصادر واشوف لا انا عندي هنا حاجات كتير. بقى انا عندي مثلا ديسكفري، عندها ايه؟ ديسكفري عندها حاجات كتيرة جدا عاملينها لنا مخصوص كمان. لو بصينا هنا نلاقي ان ديسكفري عندها حاجة اسمها كوريكولوم كونكت تعالوا نغير ده بالعربي ونشوف هنا في ايه. لو كتبنا اللغة العربية زي ما حضراتكم شايفين هنشوف حاجات كتير. كلمة كوريكولوم كونكت فيها محتوى للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. مش ناس كتير عارفة للأسف إنه في كل هذه المصادر وكل هذه المراجع موجودة لأولادنا في جميع الأعمار. ممكن نجيبها من على التليفون، من على تابلت، من على كمبيوتر، زي ما بنجيب فيسبوك وعندنا وقت نقرأ فيسبوك والسوشيال ميديا. ممكن برضو نخش هنا ونستفيد أكتر. في لو عندنا وقت نستكشف إيه ده، تخيلوا تعالوا نروح المرحلة الإعدادية ونشوف ديسكفري حطلنا إيه. مثلا هنا بيقولوا لنا طيب أنت في المرحلة الإعدادية حدد الموضوع اللي عاوز تذاكره، فليكن العلوم مثلا، والسنة الدراسية نقول له طيب أنا في تالتة إعدادي. طب هو عارف منهج مصر، فلو إحنا في الفصل التاني الدراسي 1-1 واخترنا هذه الاختيارات هو عارف على طول إن إحنا كده بندرس في تالتة إعدادي منهج العلوم المصري، في تفاعل كيميائي، في تحتيه تفاعلات كيميائية اللي هو أول حاجة سرعة التفاعلات الكيميائية، المخاليط وهكذا. الأفلام دي المدبلجة باللغة العربية عاملاها شركة ديسكفري لشرح هذه الموضوعات في منهج العلوم بتاع تالتة إعدادي. وبالتالي زي ما قلنا قبل كده احنا حاطين مواد علمية مش بس لطلبة ثانوي وإنما لطلبة ابتدائي وإعدادي زي ما حضراتكم شايفين. طب لو رجعنا للمصادر تاني هنلاقي إن في هنا حاجات للباحثين وللعلماء زي ما حضراتكم شايفين. يعني إلزفير دي من أكبر الشركات، احنا جايبين منها جميع الدوريات العلمية بتاعتها اللي اسمها الفريدم كولكشن في علوم كثيرة جدا. جايبين منها كتب إلكترونية اي بوكس، قاعدة البيانات اللي اسمها سكوبس اللي بتبحث عن كل الأبحاث المنشورة في إلزفير، كلينيكال كي للسادة الأطباء، جيو فاسيتس ده للناس اللي بتشتغل في الجيولوجيا وفي في الهندسة الإنشائية وهكذا. فدي حاجات لمجموعات مختلفة من الناس. انسيجن دي للطب، تايلور اند فرانسيس عندها موضوعات كثيره جدا، مجله ناشونال جيوغرافيك، نيو انجلاند جورنال اوف ميديسين دي مجله شهيره جدا، اشهر المجلات اللي بتكتب في الطب، او يعني المجله الذهبيه زي ما بيقولوا للساده الاطباء عشان يطلعوا على كل ما هو جديد في الطب. دي من ناشر اسمه اوفيد، اشتركنا عنده. كل المجله لو اتحطت ورق اللي حضراتكم شايفينه ده يملى مباني كامله في حجم مكتبه اسكندريه. فتخيلوا هنا ان مش بس الابحاث منشوره، لا ده هو بيسيبني اعمل لها احملها على الكمبيوتر بتاعي ببلاش في صوره PDF واقرا البحث ده. يعني انا لو عجبني البحث ده او يهمني هقول له طيب انا عاوز PDF فول تكست، كده هو هيحمل البحث اللي نزل في هذه المجلة في فبراير 2020، ده اللي هو أحدث حاجة، فبراير اللي احنا فيه 6 فبراير تاريخ نشر
هذا البحث واحنا بنتكلم يوم 12 فبراير، فأحدث ما وصل إليه العلم بيتم تجديده يوميا. المقالة دي أصبحت ملكي دلوقتي، اللي هي لو أنا ما كنتش مشترك عن طريق بنك المعرفة كنت هنزل البحث ده ب 30 دولار. فتخيلوا حضراتكم حجم الموجود هنا وقدرتنا على الوصول إليه، أو ما هو متاح لكل مواطن في مصر بدون تكلفة في جميع فروع المعرفة. تخيلوا حضراتكم لو مسكنا واحد واحد من دول ودورنا جواه هنلاقي ايه. طب تعالوا نخش في بتاع وزارة التربية والتعليم عشان نشوف احنا هنا وضبنا ايه لولادنا في المرحلة الثانوية. لما ندخل هنا هنلاقي منصة إدارة التعلم اللي بنتكلم عليها المتاحة لطلبة أولى وتانية ثانوي. هيدخلوا ولو كانوا دخلوا على بوابة الطلبة والمعلمين كانوا هيشوفوا اللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي، وهو المناهج المصرية في أولى وتانية ثانوي في العلوم اللي موجودة كلها على اليمين، اللغة العربية، التاريخ، جغرافيا، أحياء، كيمياء، فيزياء، رياضيات، كل ده درس درس مادة مادة. كلفنا شركات كثيرة جدا تألف لنا محتوى رقمي يساعدنا على شرح الكلام ده. طيب نشوف ده هيحصل ازاي. تعالوا نروح للقائمة اللي فوق هنلاقي حاجة اسمها الدليل الدراسي. ندخل في الدليل الدراسي، هو كده بيقول لي والله انا مفترض ان حضرتك في اولى ثانوي، مكتوب اهو سكندري 1. انا ممكن اغير المرحلة واقول له لا انا في تانية ثانوي مش في اولى ثانوي، بس تعالوا نمشي مع اولى ثانوي وهنفترض ان احنا جايين نذاكر احياء. فهندوس على الاحياء هنلاقي انه اللي محطوط هنا متاح لولادنا فيه أولى ثانوي الوحدات بتاعة المنهج المصري، الوحدة 1 لحد 4 معروفة هنا ومكتوبة هي باللغة العربية، ممكن أقلبها إنجليزي لو عاوز. كتاب الحكومة موجود في نفس الوقت أهو. لو إحنا مش في الدرس 1 إحنا في الدرس 3 مثلا، لما أنا أدوس هنا وأقول له عاوز كتاب الطالب، هو هيجيب لي هيفتح كتاب الطالب على الصفحة بتاعة هذا الدرس زي ما حضراتكم شايفين اهو. الفصل الثالث تفاعلات الكيميائية، ممكن اتصفح كتاب المدرسة كده اللي هو عندي نسخة ورقية منه، مش هنطبعها بقى في السنوات القادمة لان كلنا دلوقتي هيبقى معانا التابلت ومعانا حتى كتاب المدرسة موجود فيه لتحقيق معرفتك، لتعميق معرفتك في هذا الموضوع. يمكنك الاستعانة ببنك المعرفة المصري، لو الواحد حط التليفون على العلامة دي هيدخله على طول على محتوى اضافي احنا حاطينه وفصلناه. مش بس كتاب الطالب نكتفي بيه، ولكن حطينا محتوى اضافي تم تأليفه والدولة صرفت عليه عشان نشرح الدرس اللي اسمه التفاعلات الكيميائية. يعني مش احنا عاوزين نعلم الطالب يبحث ويشوف الموضوع بصور مختلفة. يعني مثلا لو كنا هنتكلم على تأثير درجة الحموضة على الانزيمات مثلا، لو دوسنا على احد هذه المصادر اللي موجودة في محتوى اضافي، كل ده في درس واحد في مادة واحدة في سنة واحدة، تعالوا نشوف ده جوا ايه. مثلا لو دوسنا هنا هنخش نلاقي حاجات كتير تشرح هذا العنوان فقط. فيديو بيشرح ده باللغة العربية او الانجليزية، ونص مكتوب، وكمان امتحان عشان اختبر اذا كنت فهمت الموضوع ولا لا. طب تعالوا نشوف الفيديو نشوف هنفهم منه ايه. الفيديو هنا هيبقى باللغة الإنجليزية اللي موجود حاليا نشغله. تأثير درجة الحامضية، تركيز أيون الهيدروجين على الأنزيمات. كل الأنزيمات في أجسامنا عبارة عن جزيئات بروتين، ومعظمها يعمل جيدا في درجة الحامضية pH تساوي 7. على العكس فإن إنزيم البيبسين والذي يعمل في المعدة في ظروف شديدة الحمضية، وهو يعمل بشكل جيد في درجة الحامضية العالية والتي تقاس ب pH منخفض يساوي 1 إلى 2، وعندها فإن معدل التفاعل. طيب أنا وقفت الفيديو، تخيلوا إن إحنا قلبنا الصفحة دي بالإنجليزي. Effect of pH on enzymes. All enzymes in our body are protein molecules. Most of which work best at pH of about 7, unlike the enzyme pepsin.
This enzyme functions in the stomach under very acidic conditions. طيب انا كان ممكن احط النص المكتوب effect of pH on enzymes. وكان ممكن اخد امتحان بعد ما اشوف الفيديو اشوف لو انا عرفت الموضوع ولا لا. الامتحان فيه عداد بيقرا الزمن وبيسيبني اختار الحلول هنا وهيصلحهولي لوحده وهيديني فكره عن مستوايا كل ده وانا قاعد في البيت او حتى قاعد في الكافيه او قاعد على البحر ومعايا كمبيوتر او معايا تابلت او معايا تليفون محمول ممكن اعمل بيه الكلام ده واستفيد تماما من هذه المصادر. طب تخيلوا حضراتكم ان احنا طلعنا من هذا المكان او رجعنا خطوه لورا هنلاقي ان احنا فاتحين دلوقتي كل المصادر اللي كنا بنحاول نتفرج عليها. ده مثلا هنطلع منه انا ما فهمتش من الفيديو ده لا هشوف فيلم تاني عن الانزيمات او عن خصائصها. هنا اللي اعدوا دول ناس غير بعض يعني مثلا العلامه الزرقاء دي يعني بريتانيكا كما جاءت في بريتانيك او دي اسمها ديزاين ميت او يوريكا اللي عامله الافلام دي او حاجه اسمها يورك بريس فهو معروض باشكال متنوعه. نفس الموضوع نفس الدرس اللي احنا كنا بنسمعه في الفصل او مكتوب في كتاب الحكومه موجود برضو حواليه كل هذه المصادر. لو رحنا لدرس الخليه ومسكنا الدرس الاولاني ورحنا للمحتوى الاضافي هنلاقي مجموعه اخرى بتخدم هذا الدرس وهكذا. تخيلوا بقى ان احنا لو رجعنا تاني للدليل الدراسي عندنا مشهد زي ده في كل المواد سواء كانت احياء او رياضيات او كيمياء عربي وبلغتين. فده حجم هائل تم تكوينه لخدمه اولادنا في هذه السنوات الدراسيه وبنستكمل دلوقتي الصف الثالث الثانوي كمان على الموقع. لو نرجع لمصادر بنك المعرفه هنلاقي ان كل اللي احنا بندخل بنتعمق فيه ده كان جوه وزاره التربيه والتعليم. بس تخيلوا ان ده حواليه كل المصادر الاخرى اللي حضراتكم شايفينها هنا. فاحنا هنا بنتكلم على مكتبه فعلا ضخمه. يعني يمكن في حلقات اخرى ندخل في كل واحد من دول على حده ونستكشفه لحد ما نتمكن من كل اللي موجود هنا. ولكن يمكن الرسالة الحالية ان احنا عندنا كنز من المعارف ينبغي علينا استكشافه وينبغي علينا نتعلم ازاي نتعلم عن طريق البحث في حتت موثوقة زي بنك المعرفة ما فيهاش اي حاجة حد فردي مألفها لا كل حاجة هنا متاحة. الحاجات دي لو ما كانش في بنك المعرفة كلها بفلوس وفلوس كتيرة جدا. اللي تم استهلاكه من بنك المعرفة من الشعب المصري لحد دلوقتي حوالي اكتر من 300 مليون يعني مصدر تم تحميله. لو ضربناه في 30 دولار للواحد كان ده هيكلف الناس 9 مليار دولار. فوجود بنك المعرفة وفر علينا هذه التكلفة اللي استهلكها الناس ونتمنى ان احنا نستفيد من مكتبة زي دي اكتر واكتر في تعليم ولادنا سواء كانوا اطفال او في سن المدارس او في سن الجامعات. واشكركم على اهتمامكم ونكمل بقى حديثنا عن بنك المعرفة في مرة اخرى.